جاء الشتاء وجاب معاه البرد، محتاجين مغامرة نتيهو فيها بين دولتين سكندنافيتين. إذا حابين تعرفوا واش معناها قرية خالية على عروشها، كان لها حدود لها والو. حنا مشينا من فنلندا 36 دقيقة، لكن وصلنا على 22 دقيقة. حنا شو مغامرة جديدة، قطار إلى باص، وهذا كل من أجل حاجة واحدة، نقطع حدودها البرية دون معرفة وين راح يكون المبيت. دخلنا الغرفة لقينا باللي سرير تاع كابل، وحنا رجالك تعرف حاجة الغريبة اللي استيقظنا عليها اليوم فجأة. الدنيا بيضاء، صب التلج، يو الطريق كيفاش؟ واش من كل ما شفتي في السلسلة الماضية في فنلندا، كيف شفنا الشفق القطبي، زرنا كثير من الأماكن، لكن ما كملت لكم السلسلة. الآن حان الوقت باش نرجعوا لها ونشوفوا كيفاش كملت عليا في البلد المجاور. راح نشقوا طريقنا في بلد جديد معروف بالتطور والتكنولوجيا اللي فيه. ربطوا الأحزمة وعطونا لايك، خلونا نبدأ المغامرة. الناس اللي تحب الخريف والأجواء الجميلة تاع الغابة وكل شيء، الدول الاسكندنافية أقوى مكان لكم، ولا كندا، ألاسكا، أمريكا الشمالية الفوق قريب من نفس الجو. روسيا مثلا، هذه الغابة راني راح ندخل لها الآن، نشوفوا واش فيها. شوفوا معايا الكثافة تاع الأشجار. وفنلندا معروفة أنها من أكبر البلدان اللي تصدر أوراق طباعة أو الكتابة، علاه؟ لأنهم عندهم الأشجار بزاف، ومن الأشجار يخرجوا الورق. أيضا إيكيا جاية من السويد، لكن معظم الأشجار جايبة منا من الشمال الاسكندنافي، يعني هذه الأشجار كامل فيها وحايد يموتوا، يكونوا طايحين يجيو يعاودوا ياخذوهم، وكان يقصوهم ويعاودوا يزرعوا. بحكم هنايا كان بزاف المطر والمياه، فالاشجار تنبت بسرعه، وفي الربيع تجي الشمس. تخيل معايا الشمس والمطر، كامل الاجواء مهيئه، لكن تهمل فيها عادي. شوف انا كي ندخل غابات مثل هذه، يجيو في بالي خاوتنا الحراقه مساك. تمشي في غابه كيما هذه ما فيها والو، ما عرفكش حتى وين رايح. شوف الاعشاب فيها بزاف. كاين هنا مكان يديروا فيه الباربيكيو، العائلات لما تجي هاد الشاليات تقدر تجلس هنايا ودير كل شيء وحدها، حطب متوفر بقوه. اوكي، والان حان وقت نغادروا هذا المكان ونروحوا محطه القطار، نشريو تذكره باش نغادروا فنلندا، نمشيو وجهه جديده. الان الرحله تاعنا راح تبدا من هنايا روفانيامي، نمشيو لمدينه اسمها كيمي، جايه منين الحدود السويديه، بعدها ناخذوا باص ثاني لاخر مدينه فنلنديه وندخلوا للسويد. تيكت نقدروا نشريوها اونلاين، لكن انا معايا كاش بزاف. نجيو لهاد كيوسك اسمه اركيوسك، تقدر تحجز منه تذاكر القطارات، حتى لو تروح محطه القطار راح تلقى اله، يعني لازم تستخدم بطاقه. هنا يستقبلوا الكاش، لكن يدي عليك 1 يورو زياده حق سيرفيس. فهاد المره مانيش حاب نتخدع، وجدت لهم رقم الكرسي اللي انا حابين نقعدوا فيه، لانه المره الماضيه شرينا بلا ما نعطيو الكراسه فعطانا كراسه متفرقين. فهكا دخلت عملت راهي كاني راني حجزت في التطبيق بصح، وجدت له الرقم بالضبط. كاش تمسخيه. اوكي اللي صار بوك سام بايكا نا كاكس بايكا اثنين امام بعض كلهم. ابو هناك فاضي فيك تاخذ وين ما بدك تروح. اوكي قالك ما نقدروش نحجزوا لك الرقم اللي انت حابه، ماشي كيما تستعمل التطبيق. قلنا لكن كي تركبوا تقدروا تغيروا مثل ما حبيتوا، لهنا الفنلنديين ما عندهمش مشكل. بما انه كرينا سياره لازم نرجعوها، قبل ما نرجعوها لازم نعمروا لها البنزين كيما لقيناها في البدايه. هنا سعر البنزين 1 يورو فاصل 8، يعني حوالي 40 دراهم. عمرنا لها 20 يورو. كاصدقائي هنا تنتهي الرحله تاعنا، رانا في باص ستيشن، راح نرجعوا السياره. ناخذيناها من المطار لكن كلمناهم قلنا هل نقدروا نخليوها لكم في محطه القطار، لانه عندهم مكتب هنايا. قلنا ما كانش مشكل، نغلقوها ونرميو المفتاح في واحد البوكس هكا. ثقه يا خويا، ما يجيش هكا يشوف الا كسناها ولا ما كسناهاش. هذه العربه تاعنا رقم 1 قدام مقصوره القياده، فيه طابقين حيكون مليح. هيا بيرم الله في راك خويا، نلتقي بخير. باي باي خويا، السلامه. قال لك عادي تبدل البلاستيك، فنحكموا هذه المكان لانه فيها مكان نديروا فيه البيسي، نخدموا شويه مونتاج. هذا افضل من اللي فات، اللي فات ركبنا في واحد المقصور تحس روحك في السبعينات فوق الاتجاه السوفيتي. ايه اللوكس الكونفور. ها في هنا بلاك في الاسفل، فيه اكياس تاع كش واحد يحب حاجه كيما يرجع مليح. وهذه الطاوله، باقي 5 دقائق ويمشي القطار، نشوفوا الا يمشي في الوقت ولا لا. راهي 23 دقيقه، 5 دقائق ونشوفوا.
15:35 مشى القطار. عجبوني في المواعيد تاعهم كانش لعب. هاد البلان اللي رانا مدايرين ومجهول، رايحين لواحد المدينه بقرب الحدود الفنلنديه السويديه، شوفوا وين راح نباتوا. اذا لقينا قطار يمشي للنرويج نمشيو للنرويج، الا ما لقيناش نبقاو قاعدين تما نباتوا، وبعد غدوه نشوفوا واش نقدروا نديروا. مره على مره لازم نخلطوها كيما جاتش. لقيت بلي في هاد القطار فيه ويفي مجاني، قلت نجرب نشوفوا السرعه تاعو. طلعت حبست في 6.3 ميجا بايت. لاباس. جبت لكم طريقة تخليكم تذكروا في الصباح والمساء وقبل النوم. دخلوا تطبيق فايبر، اكتبوا أذكاري ولا أذكاري، تضغطوا عليها هذا بوت، تقولوا أعطني أذكار صباح، يجيب لك الأدعية والصور اللي تقراها كل مرة. تكمل تقولوا التالي، يعطيك صورة الإخلاص، يقول لك قراها 3 مرات، يزيد يعطيك أدعية. فإذا كان عندك نقص في الحفظ هذا راح يعاونك كل شيء تلقاه أمامك. تكمل الأدعية حتى تزرق هذه. عندك أيضا أذكار المساء وأذكار ما قبل النوم، بزاف مليح. تخيل كل مرة تقرأ حاجة كيما هذه تصبح وتمسي على خير. يلا نرجو مغامرتنا. الكرة الأرضية قريب من خلصها، اكتبوا لي شو بلاد خاصنا نروحوا. شو الأرياف تحمك فيش مدارين؟ خطورة؟ حشيش عندهم نايت غازون، صح هذا شغل يضربوا البرد تلج المطر الساقع في الصباح السخانة ويبقى كيمارة. بقاش بزافون وصلوا؟ قررت ننزل نعمل طلع على الحمام. هذه الحاجة اللي عجبتني عندهم الماء، منها تحط يدك تسيل الماء، منها تحط يدك يشيح. بقنا حوالي 5 دقائق ونوصلوا لهاد المدينة اللي اسمها كيمي، في الجهة المقابلة كاين السويد. أنا بنشوف شحال وين تهضر فينا الليلة وراح نروحوا وراح نباتوا، هلا راح نمشيو للنرويج مباشرة، والله نباتوا الليلة هنا هنا من ميورو مولدا. مابقاش بزاف ويطيح الليل ونوصلوا. استمر القطار حتى توقف مدينة كيمي. الآن لازمنا نلقاو الوسيلة نوصلوا بها المدينة الثانية اسمها دورني، الموجودة في الحدود مع السويد. إذا حابين تعرفوا واش معناها قرية خالية على عروشها فارغة. وصلنا هنايا نزلنا سألنا على الباص ستيشن، قالوا لنا هاي كي جينا ما كان حتى باص ما كان حتى شخص. دخلنا لهذاك المحل فارغ. سألت الطاكسي قلت له شحال توصلونا من الحدود، قالت لي 50 يورو. رانسنا في الباص هنا خرج لي في جوجل ماس انه يوصل على الساعة 6:30. قرية فارغة فارغة في غير زوج ولا دادو يلعبوا، برد ما كان حتى واحد. يو هلو ما عليهم شي ضحكه. ورانا ننتظروا خايفين هذا الباص ما يجيش ونبقاو هنا حتى الليل ما عندناش وين نباتوا، حتى لو يجي الباص ما على بالناش من بعد كيفاش في الحدود. الله ربي يستر. جا الباص رانا ركبنا وماشيين للحدود ان شاء الله. سعر التذكره 5 يورو. وانا ما ننصحكمش ديروا هذا الشيء وتجيو هذا الاماكن اصلا، لانه الباص يطول بزاف باش يجي والبرد في هذا الوقت، ونحسها شغل ماهيش عافر. ما تستمتعش بالسفر بلقطه كيما هذه، لكن خوبي باك تعرف كيما جات تجي. المهم رانا رايحين للباص. جينا متجهين مدينة طورنيو، جاني داك الإحساس تا راح نشوف بلاد جديدة وراني نقرب لها وراني نودع في فنلندا اللي كانوا عندي فيها ذكريات جميلة. ماشيين في الطريق نشوفوا في الشوارع هذوك، وبعد هذيك اللي مقابلتنا من هي كنشوفوا فيها، هذيك هي السويد وين كاين الضو دورنا. بعد باقي غير نشوف من هي. طاحت عيني في محل إيكيا كبير، وما تعرفوا السويد فيها إيكيا شهورة. هيا اسما ما بقى الناس هذه اللفة برك على اليمين وراحوا الحدود، غير هاد البارير وكاميرا وسيارة تاع شرطة. يا في روحي عبرت خلاص رانا في السويد الآن. توقف الباص تبدلت الحالة. شو معايا أنا يوم مكتوبة فنلند، قطعنا فنلند كان لا حدود لا والو. كاين شرطي مليح برك، وحنا دخلنا بالباص حطنا ومشاو على بالناش وشو هذه، هل هي محطة باصات ولا قطارات؟ وهاي السويدة اللي هي احنا رانا على السويد المدينة الاخرى اللي هي، بس نروح نمشيو. ايا بدأ اولى المفاجآت، شوفوا معايا. شوفوا معايا اول حاجة تقتل بالضحك هنا. احنا مشينا من فنلندا من كيمي المدينة هذيك على 6:35. شوفوا معايا قد وصلنا، عباش الى راي تبان لكم، لكن وصلنا على 6:22. كيفاش صارت؟ مشينا على 6:30 وصلنا على 6:22، شغل تخلفنا. هنايا كاين هذيك الحكاية تاع التوقيت الزمني. تخيلوا معايا في راس العام الناس اللي تحتفل وتخلص تزهر، بعد ساعة هادو باش يبداو يحتفلوا باللي دخل عندهم راس العام. وهنا يقسموا
الزمن بالحدود تاع البلاد، يعني فنلندا عندها توقيت والسويد عندها توقيت. فنلندا سابقة السويد طبعا، وهذيك ايكيا اللي تشوفوا فيها هي اعلى ايكيا في العالم، معناها الموقع الجغرافي تاعها جاي فوق خلاص، ما كانش متاجر تاع ايكيا الاحداثيه تاعها اعلى من هذه، يعني هذه هي العاليه في العالم كامل. عافاك تحير كيفاش دخلت الحدود بلا ما يديروا لي تشيك بلا والو. يلا ليتس جو تو سي سويدن. شوفوا معايا مديرين ساعه فنلنديه وساعه سويديه، علاش؟ باش يبينوا لك بلي الوقت ماهوش كيف كيف. وعلى فكره هنايا راح يتبدل اللغه والعمله، يعني من اليورو راح تبدل الكورونا السويديه. سبحان الله كيفاش زوج بلدان، بلد منا بثقافته بلد منا بثقافته، بيناتهم حدود وهميه ما كان والو تدخل مباشره. جبنا الباص تاع فنلندا حطنا دوك يعاود يرجع لفنلندا، ان شاء الله احنا نوصلوا لحاجه مثل هذه في المستقبل. هذه معناها اوبر ما مراجلين بصح برجل واحده. انتوما واش تقولوا؟ اوكي قعدنا في الباص ستيشن حوسنا على تذاكر ستوكهولم وباش نطلعوا النرويج ما لقيناش. اخر باص كان على 8 ينزل لي هذه المدينه، وبعدها لازم نسنا حتى الغدوه باش نلقاو باص ينزل ستوكهولم. ومنه البرنامجين ما عطاوهمش، شفنا اقرب فندق هو هذا اللي وصلنا له الان، لكن قلنا خلينا نوصلوا ممكن نحكيوا معاه ونقولوا له عطانا ديسكاونت باسكو راه ريحوا ليله وراهو الليل ديجا ماش راح نقعدوا بزاف. لكن مفاجاه لقينا مكتوب في الباب انه كل شيء سيلف سيرفيس، يعني كل شيء دير وحدك، دير ريزرفيشن اونلاين بعدا يرسلوك البين كود دخلوا تدخل تلقى المفتاح تاع الغرفه تاعك. ما كانش كونتاكت، ما كانش الناس هنايا باش تحكي معاهم ولا تتعامل معاهم. كي خلاص درنا ريزرفيشن رانا نستناو في الاس ام اس يجينا فيه الكود بين تاع هذا الباب باش ندخلوا. جهزوا الاشخاص بيتنا هنا، فتحوا لنا الباب قالوا لنا ندخلوا من نهره والبرد بزاف. ننتظروا فيه يبعثنا الكود وقاعد يكتب تايبين. اوكي راه ورسلها لي. هالو انتر دور كود 1980 روم نمبر 1. اعطاني كلش. ليتس جو. دخلنا الغرفه لقينا باللي سرير تاع كابل وحنا رجال راك تعرف صلاح. فطلبت منه قلت له اعطينا واحد سيباريتد بات، قال لي اوكي دوك نعطيك كود واحد جديد راني نستنى فيه يكتب. يضرب نص ساعه واحد اخرى جينا الكود تاع الغرفه الثانيه، بتنا ارتحنا وبعدها طلع النهار. يلا نبداو يومنا. صباح الخير عليكم العائله الزينه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. شوفوا معي عندنا الصباح الغرفه عجبتني. علاه؟ جهزت المينيماليست، فراش الغطاء المخده الاريكه هذه اللي هنايا، اضاءه هذا الكادر ايضا، كل شيء من عند ايكيا. علاه؟ لان رانا في السويد وايكيا مش بعيده علينا غير هنا كما شفتوها قبل. حاطين هنايا لافابو باش نغسل وجهنا في الغرفه مباشره، هذا باش تعلق فيه. ايه ثلاجة صغيرة، غرفة مقبولة. مليحة، نروحو نفطرو فطور الصباح. حاجة اللي عجبتني فيها المفتاح، ما لازمكش مفتاح. كلشي بلا يكون، شوف الباب كلشي تغلق. هدا هنايا المطبخ، طاولات، أريكة، تلفاز ليه، وزوج ثلاجات. كاينة ماشينة القهوة هنا، عندنا البيض، خبز، شوي كاطو، بسكويتات نورمال، سكر، تي، قهوة، زيت، يعني كلشي كاين. هادي باش تحمص الخبز، ميكروويف، ما شاء الله نظيف. فيه كلش، ما يخصك والو، تقدر تقعد هنا تخدم الحاسوب تاعك، قهوة ولا شاي سخون، انت في السوي. شكرناه بشوية ما كانش مغرب صغير. لكن الحاجة الغريبة اللي استيقظنا عليها اليوم فجأة الدنيا بيضاء، صب الثلج. كانت صاحية لكن الجو كان بارد، برد يعوجة كان نورمال. حلينا النافذة نلقاو في الثلج مغطي الدنيا. بارد الحال بزاف خلاص، مانيش عارف من بعدها كيفاش راح نمشيو. هذا الفندق تاعنا من برا، هذه الطريق شكلها سيارات مغمورة بالثلج. حاجة كبيرة في العمر رايحة تشوف مدينة، راي فارغة 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 خلاص. شوف بيضة وفارغة بصح جوهم مش نورمال، متعة تفر بيوضع التلج. ناس في الصحراء على بالي بيكم راكم سخفانين تشوفوا التلج. هاو عبد تاني الخوا، انا حكمت واحد ولا زوج. زوج سيارات ما شاء الله، بداو يبانوا الناس على الخوا. يو الطريق كيفاش مسطح هاكا والتلج فوق ها خفيف ورطب. هادي رايحة لابوست، ها تبعتكش حاجة. هذه هنا الخواء إضاءة قوية يستعملوها في الليل من أجل الحيوانات باش يعميوه، لأنه لما يمشيو في الطريق يجي مرين يدير هذاك ويقطعها. هنا يستعملوها قوية بزاف. واش يا راني في الطريق فوقتش ما عرف. يقولوا دي مهبول يدور في الثلج ويصور فيديوهات. مريض هذا وينش لابس ريغون في يديه، كاميرا راهو يصب عليها الثلج، المايك راهو بيض. إلا فسد نتوما تخسروني. زوج عباد واحد أخرين الخواء، أربعة تلاقيت الآن. هذه مدينة صغيرة ما فيهاش كثير حاجات نقدروا نعملوها. راك تشوفوا ليش مقابل لي ايكيا. في الحلقه القادمه راح ندخلوا في وسطه ونشوفوا واش يبيعوا، واش قصه هذا المتجر وسبب نجاحه.
حاجه اللي تعجبني في ايكيا انهم منظمين ويبداو لك بشويه 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 ومن بعد يكبروا. شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم، راه وقتني البرد، راني راجع للسويد عام الحدود اللي وراي.